أنا ما فيني أعيش بدونك، أنا ما بنتمي لأي مكان بلاكي. أنا لك عم بيقول أنا ما فيني أعيش من دونك، لو كتب كتاب كان طبعه 40 مرة. آه والله هذا الكتاب كان شهره كتير. ليكي على هالعشق وبيقول لي أمانة عمي. هاي شفنا أمانة عمك لك، أنت عم تخدعني يا ابن أخي. يا ابن أخي رح أخذ هاي الرسائل، رح أحتاج لها كتير كلياتها بيوم من الأيام. أنا مضطر أخذهم كلياتهم لهالرسائل هدول. عباس بيك يعني بدي أطلب منك طلب، يعني إنه تخلي هيك شي مبلغ صغير معنا لأنه الدكان إله علينا ديون. قديش يعني؟ 15,000 ليرة. طيب اسحبوا من الصراف الآلي. بنتي وضع السيد عباس. انتوا أولياء نعمتنا، يعني إذا ضل الوضع هيك رح نفتح فرع تاني. عم بمزح معك. ما شاء الله ما شاء الله. لمين هي السيارة؟ إلنا، نحن اشتريناها. صار عمري 18 سنة ورح روح أتعلم سواقة وسواقة أنا إن شاء الله. صار عمرك 18 سنة، ما شاء الله عليك ما شاء الله. لو ما كانت الزايدة الدودية متحركة علي كنت أنا اللي علمتك، كنت أنا بحلها وبسجلك بدورة سواقة كمان. شكراً كتير عباس بيك. يلا مع السلامة مع السلامة. تشبه أختها تماماً، محنكة مثل أختها. أصلاً كل شيء عند الشباب موجود. عرفنا يا هزي، تفضل شرف. يلا خلينا نروح، عنا اجتماع بالشركة. مثل ما بتعرف رح ياخد سرحات كل صلاحياتي من بين إيدي. يلا اركبوا بالسيارة، خلينا نروح. يلا بسم الله. يلا بجوز لما تشوفها لهالوردة تبطل تطلقني. للأسف على هيك رجال. ومع هيك متحمل ألفة منيح، وأغبى من هيك مرة ما في. وضع الرجال كتير صعب. شو كان هالصوت؟ قولي من وين عم يجي هذا الصوت؟ قولي مشان الله ساعدني، مشان الله مشان الله ساعدني. شو صاير يا خانم؟ شو بك؟ جوا مشان الله ساعدني. ليش شو في جوا؟ اخ وهنيك هنيك جوا. في عندك حرامي؟ قولي وينه؟ هنيك هنيك جوا. وينه؟ ما في حدا هون. فارة ليك هنيك امسكة. فارة فكرت في شي تاني عندك؟ ييييي عم تطلع علي من تحت الصوفاية، أنا خايفة كتير. لا تخافي يا روحي، هاي فارة صغيرة. ولي في وحدة تانية كمان. وين؟ ماني شايف شي. وين؟ ما فيني اطلع ما فيني. تخبوا كأنه؟ الأحسن أني روح من هون هلأ واشتري سم. إذا ما مشي الحال بشتري مسيدي وبجي. لا تروح، لا تروح وتتركني، بترجاك خليك شوي كمان. لا إذا أنت بدك رح أضل طبعا. ما تواخذني، يعني تعبتك كتير معي. ما تعبك راحة يا خانم. في شوية شاي رح صب كاسة ونشرب، عود وارتاح. تفضل يلا ارتاح شوي. أه
زمرد خانم؟ سرحات بيك طلب إنه نشتري هدول من شانك، قال رح تلبس هدول من هون ورايح. وهي اشتراها كمان سرحات بيك، قال خليها تلبسهم. تفضل. يسلموا ايديكي. صحة وهنا. جايب هاي الوردة لمرتك؟ لأنها رح تطلقني، فيمكن تسامحي بهالوردة. طيب هي ليش مصرة تطلقك هيك؟ ما عادت عم تحبني، وقال عم تشمئز مني كتير. خلص لا تزعل، بترجاك. يلا اضحكي شوي. يلا اضحك. لا تواخذني، بس لازم رد على التليفون. ألو. كأنه الموضوع مشي حاله والله. هالزلمة شكله علق. عم قل لك إنه الزلمة نسيب عيلة دميركان الكبيرة، مانو أي حدا شبك، افهمي علي. آه، أختي ثانية؟ أنت شو عم تعملي هون؟ كأنك بلشتي شغل جديد؟ آه والله انبسطت لك كتير. إن شاء الله فاتحة خير يا رب. شو صرك هيك؟ وشك وعيونك مرمين، كأنك واقعة. زعلتيني وما عليكي شر يا رب. وين ابننا المجنون؟ بغرفة الاجتماعات. شو بلش الاجتماع من دوني؟ الله الله. أحسان؟ طمني، كيف ماشي يومك؟ تعودت يا سيدي، أخي عمر عم يساعدني كتير، سلم إيديه، ما عم حس بالغربة بنوم. تمام. مرحبا يا ابن أخي. ما شاء الله، شايف مزاجكم بمحله، لو استنيتوني كنا انبسطنا سوا. خير عمي، بس ما يكون صاير شي معك. لا يا أمي، يا زولاد الأخ، لا، طلعت لنا الزايدة الدودية لإلنا. انتو شو عم تعملوا هلا؟ رئيس شركتنا الجديد اخذ قرار، احلناك على التقاعد يا سيد عباس. مجلس الاداره بياخذ كل صلاحياتك من ايدك. وهيك بتخصص وقت اكثر لاولادك ولعائلتك يا عمي، وكمان هذا التقاعد بيكون فرصه تصالح مرت عمي. كمان كان عادل يقعد على هي الكرسي يا ابن أخي، بس أخي العزيز هلأ تحت التراب. شو أهمية المنصب والصلاحيات والكراسي بهي الدنيا؟ بس الموضوع مو هيك بالنسبة لإلك يا ابن أخي المميز. لا كراسي ولا مقامات ولا شي بالمرة. ما أخو مزاجك بمحله، كنت عم تفكر بهالشي من زمان، ما هيك يا ابن أخي؟ يعني هلأ؟
تربعت على كرسي عمك. ليك شو عندي؟ من وين جبتهم لهدول؟ جابهم ساعي البريد. يا أعز ولاد أخي يا حبيبي، كان حبيب الكنز مرد مرت عمه من زمان. هاد الحكي طبعاً زمان كتير كتير. عمي بيكفي. ممكن؟ يلا فهمنا إنك حبيتها من زمان كتير. كنت ناوي لما ترجع من العسكرية تتجوزها لحبيبة عمك، وفهمك كفاية، وفجأة عمك منلاقيه هيك مات. شو بتقصد تقول؟ ابن أخي ليك انتبه، بتروح هلأ بتاخد زمرد وبتتجوزها حسب الأعراف والتقاليد تبعنا، تاخدها وبتعقد عليها عقد القران السريع، وما بتسمع لكبيرك وبتدعس عليه وبتمشي. انت شو عم تقول؟ اهدى يا فرحات، اهدى اهدى. شامم ريحة مو منيحة يا ابن أخي العزيز، شامم روايح مو منيحة بنوب. اصحك تكون عم تعمل شي من تحت لتحت مشان كرسي أو حتى مرة. انت كيف بتتجرأ وبتحكي هيك معي؟ كيف بتتجرأ وبتحكي معي هيك؟ سرحات شبك رح تقتلني إلي كمان؟ تعالوا قتلني يلا، اصلا عندي روح وحده. تعالوا اوصوا علي انتوا كمان كلياتكم، تعالوا خذوا روحي. انا بعطي روحي كرمال عمي عادل، ليش عم تفتري علي؟ انا بستاهل؟ بستاهل يا ابن اخي؟ بستاهل هلا؟ بستاهل مشان كرسي ومراه؟ سكرت امك، سكرت امك احسن ما تدخلوا. انا اهدى انا برجيك، حسابنا ما خلص لسا. روح. اخ لو بس مالي متضايق والزايده كنت رح حطه تحت رجلي. شديت له اذنه شوي لما كان صغير، قليل أدب. عدوا عدوا خدوا راحتكن. الله منيح، رجعوا فكروا بقراراتكن مرة تانية، كونوا واثقين إنه عادل كمان كان بده هيك. يسلموا ايديك. عباس شبك؟ ليش هيك حالتك؟ احكي لي ابني، لا تخليني اقلق عليك. رح احكي يا امي، رح أحكي، بس أنت هدي شوي، ما بدي إياك تنزعجي بالمرة يا أمي. إن شاء الله خير يا رب. آخ انت ما كنت تقولي انه في شي بين سرحات وزمرد، ما هيك؟ كان معك حق يا ست عظيمة، انت عرفتي يا امي الحلوة. كان سرحات يحب هي البنت بالعسكرية، وهي البنت كانت تشتغل بالمطعم، بيعرفوا بعضهم من هنيك على الاغلب.
خدي قري هدول، كتبون سرحات لازم نرد لما كان بالعسكرية. كنت بعرف، بعرف هالشي. أنا رحت لعنده لأسأله إذا كانت مزبوطة أو إذا إلى أساس حتى. تعرف شو عمل يا أمي؟ ما قال إنه عمي مرضان أو حتى عامل عملية زايدة، ضربني من الحيط للحيط. خلص عباس، لو ما مسكوه كان رح يخنقني يا أمي. شو رح يعمل؟ رح ياخذ صلاحياتي من إيدي ورح يحيلني على التقاعد. ليش؟ ليش بس؟ مشان بنت رخيصة. لك لو تعرف شو عمل فيني. هذا أسد اللي ربيته بإيدي، ابن أخي سرحات. أمي، عم تخطر ببالي شغلات مانا منيحة. شو كمان؟ احكي لي ابني. لساني عاجز عن الكلام أمي. لما تجوزوا عادل وزمرد، اوعي يكون سرحان سمع للشيطان وعمل تصرف جاهل. يا خوف يكون هو اللي قتل عادل يا أمي. مو معقول هالحكي، مو معقول. قوم واتركني لحالي عباس، قوم واتركني لحالي عباس، عم اقول لك قوم واتركني. طيب يا أمي، طيب يا أمي، طيب طيب. لا تشغلي بالك يا أمي. اتركني لحالي عباس، اتركني لحالي، اتركني اتركني. اليوم ما رح نتعذب كتير لنوصل على البيت، رح نرتاح واخيرا الحمد لله رب العالمين. يلا نروح. وعد الكل انه الباصات رح توصلن على باب البيت، بتوصل الكل على باب بيتهم. حلال على السيد سرحه. اختي، ما قدرنا نتعرف عليكي، انتي مين بتكوني الى سرحات بيك؟ انا انا يعني من ما اعرفه بالضيعه يعني. تعي ثاني، انزلي من السياره. انا ما تناقشيني هلا، تعالي معي يلا. لا تؤاخذوني، عطلتكم، تصبحوا على خير. لك انت شفتي طلع السيد سرحات على البنت اللي بتحضر الاكل، مسك بايدها ونزلها من السياره، والزلمه متجوز جديد. يا ويلي، مش لسانه طويل أصلاً. زوجت هالزلمة غصباً عنها وكرهت حياتها كمان. خلص اسكتوا بقى، حياتكن عبارة عن نميمة. سرحات بيك وزمرد بيحبوا بعض كتير، خلص بقى. أي نوع من الشياطين أنتِ؟ يلا احكي لي كل شيء. كنتي عشقاني سرحات بالسر ما هيك؟ طبعاً علقتي حفيدي فيكي بغنجك، ولما إجا خبر استشهاده حطيتي عينك على عادل. عن جد إنك بنت ما بتحترمي حالك أبداً. وقعتي بين أولادي سرحات وعباس، صاروا أعداء بين بعضهم، وكل هالشي صار بسببك أنتي. عم تفهمي؟ تعرفي صاروا أعداء. أنا خسرت من تحت رأسك عادل، وعرفت سرحات قتل عادل عمه. أنت قلتي له خلينا نخلص من هالزلمة، هاد أنت.
هذا العمو مشان يحسن يتزوجك، عم تفهمي هالشي كله بسببك؟ بيكفي بيكفي، طلعي طلعي من هالبيت، لك طلعي، يلا طلعي طلعي من هون، يلا عم لك طلعي طلعي من هذا البيت، طلعي طلعي طلعي، حرقتي روحي، طلعي طلعي، يلا لك روحي، نلعي، ما بقى بدي اياكي. عظيمة خانم. بعرف لو شو ما حكيت ما رح تصدقيني، بعرف بالنسبة لإلك أنا المذنبة الوحيدة، وبعرف إني ما بحسن أقنعك لو شو ما عملت، ولهذا السبب رح أسكت، بس بدي إياكي تعرفي شي واحد مهم. أنا عشقت سرحات كتير، أنا حبيته أكتر من أي حدا بهي الدنيا. اصحك تحكي بالعشق والحب، اصحك تحكي هالشي. انتي حطيتي رجال عيلة ديميركان بين عيونك وسطيهن واحد واحد. انتي الصاعقة اللي نزلت على بيتي، انتي نار جهنم اللي فاتت لهذا البيت. بترجاكي بترجاكي روحي من هون، بعطيكي كل شي بدك يا، بس بترجاكي تروحي، روحي من هون، الله يخليكي روحي من هون، روحي 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 روحي. ستي سرحات. تعي معي ستي، تعي. بس يا سرحات عباس قال لي. ستي انت بتصدقي كلام سخيف مثل هاد وبتزعلي حالك؟ بترجاكي؟ ليكي رح اورجيكي مين هو عباس ديميركان، واي نوع من البشر هو ابنك بالحقيقه. لا تنغشي بكذباته من هون ورايح، تعالي معي. مين هاي؟ خليني أعرفك يا ستي، سانية، تشتغل بشركتنا. سانية في عندها كلام بدها تقلك يا. وهالكلام بخص ابنك، ابنك عباس ديميركان. بيتعلق بعباس؟ قديش كتب سرحات هاي الرسائل بحساسية عالية كتير، تقطع قلبي عليه وأنا قاعد عم بقراها. هاد الصبي عم يكتب أشعار عشق حلوة كتير كتير. أوه، يفضل إنك تلتهي بستك هلأ. ما رح خليك تاخد رئاسة الشركة يا ابن أخي المميز. نف جيهان، شو ندمتي ورجعتي على البيت يا حبي انتي؟ عباس سهندان مانا هون، وما عم ترد على تليفوناتنا، عم دور عليها من كم ساعة وما عم احسن لاقيها، وينها هي البنت؟ لك شو يعني مو هون؟ انتي شو عم تقولي يا نف جيهان؟ شو يعني مانا هون؟ شو شقت الأرض وبلتها؟ هربت من المدرسة، ولطيف ما عنده خبر كمان. عباس بترجاك لاقيلي بنتي، لاقيلي بنتي. شو عم تعمل بنتي بهالساعة؟ بنتي؟
بابا؟ أبوكي، أبوكي اللطيف. زلي يلا على البيت، يلا يلا امشي يلا. رح علقك بالسقف من أدنيكي. مساء الخير يا حلو، كيفك؟ مساء النور. مو أنت تلقهان؟ هاد اللي عم يبعت رسائل لبنتي كل ليلة على طول؟ انبسطت كتير بمعرفتك أنا. شو هالسيارة الحلوة هي؟ يا ترى قديش سرعتها القصوى؟ تقريبا 280 أو 290 هيك شي. ما شاء الله. إيه والله، وأنا رح أضربك 280 من هون ورايح. لا تكون هربت مع هذا الفاسق الزنكيل اللي اسمه تولقهان. لك أنا ما حدا بيسترجي لطخ شرف بنتي بالمرة. بقتلوا له الزلمة. لك بحرق على هي البلد. ما حدا بيسترجي لطخ شرفنا نحنا. استني يا حبيبتي، انت شايفة هذا الوضع مو؟ شايفة؟ انفصلتوا عني ليوم واحد بس، شوفوا شو اللي صار فيكن. آخ نفجهان، انت ضلي هون يمكن ترجع لهون، بس خليكي هون على طول يا نفجهان، لا تروحي على محل، خليكي هون. يلا انا رح اروح وحاول انقذ بنتنا. يلا يلا. هو دمرنا، حرق لي قلبي وقدم بيتنا وراح. انتو ايتام لأبو الأم هيك بنتي؟ عن جد كانت اختك عمرها 18 سنة بس. كيف بيصير هيك شيء؟ كيف ممكن ابني يساوي هيك شيء؟ كيف؟ سامحينا يا بنتي، سامحينا وخلي اختك تسامحنا كمان. دينكن عنا كتير يا بنتي، نحنا سوينا ذنب كبير كتير كتير، ما منحسن نسده أصلا. لا تقولي هيك عظيمة خانو، انتي مالك ذنب. بتمنى تسامحينا مشان الله، تسامحينا يا بنتي مشان الله. كيف فرط ابني ببنت عمرها 18 سنة؟ تنكسر ايديك يا عباس، كيف بتعمل هيك؟ الله ينتقم منك يا عباس، كانت حامل كمان يا عباس، كان عمرها 18 سنة وحامل. كان عمرها 18 سنة وكانت حامل كمان. يلا قومي قومي. شو عم يصير هون يا عباس؟ مين هدول؟ هدول بيكونوا قرايبيننا وبيكونوا كمان من ضيعة أمي، وقعوا بمشكلة كبيرة واجوا يطلبوا المساعدة وأنا ساعدتهم قد ما بقدر، يعني حاولت أقدم اللي بقدر عليه. احكي الحقيقة يا عباس. ما بصير تحكي هاد الحكي يا مرتي. يلا أنتوا روحوا، إذا بتحتاجوا لشي اتصلوا فيني، وديري بالك على بنتنا منيح. أنا ما رح أتركك يا بنتي، ما رح أتركك أبداً. أنتي بنتي، ما رح أتركك من هلأ ورايح، ما بتركك بنوب. كيف عملت هيك يا عباس؟ كيف عملتها؟ لا مشو إنك واحد بلا ضمير. Yeah.
خير اختي؟ انت شو عم تعملي هون بهالليل لحالك؟ شبكنا في جيهان؟ انت منيحة؟ صاير شي معي؟ انقلعي من خلقتي فاطمة، انقلعي من خلقتي. فهميني انت شو عم بصير معك يا روحي؟ اجيت بس لحتى ساعدك، شبهك؟ ما بدي لا مساعدة ولا شي فاطمة، انقلعي وروحي من وشي. هلكي اختي نفجيهان، انت ما فيك تحكي معي بهي الطريقة. انتبهي لكلامك وحطي هالشي، حطي هالشي ببالك. انا بقتلك، والله بقتلك، عم تفهمي؟ شو صرنا هيك اختي؟ طيب لك عنا، خليني خبرك. التحالف يلي بيناتنا بيخلص هاي الليلة وهون وبهذا المكان، وإذا بتحتاجي لشي بهالقصر شي يوم، وإذا لزمك شي اصحك تجي لعندي. بتمنى يكون كلامي مفهوم. ليكي يا فاطمة، والله العظيم بخنقك، عم تفهميني؟ هاي طقلك حرق. خلص عهد السلطانة نفجهان بهذا القصر من هون ورايح. السلطانة الجديدة من هلأ هي السلطانة فاطمة الأولى. يا ربي دخيلك لو صار حمل معي كمان، رح صير السلطانة فاطمة الأم. شو لازم أعمل؟ خلي الزلمة يأكل معجون المسير؟ يا الله، فوتني على أحلامه العباس، وإن شاء الله كل البنات بيقلبوا ضفادع بنظره وما يشوف حدا غيري. انت متأكد يا عريف نيازي انن هون؟ ايه متأكد هون. نطلب بيتزا؟ لا لسه ما جعت انا. بدي احرقكن. بابا خدوا سوهندان على البيت. بابا بترجاك ما تعمل له شيء، بترجاك يا ابي لا تعمل له شيء. ولك تولقا هان، شو عم تعمل هون مع بنتي؟ شو طمعان بشرفنا؟ شو طمعان ببنتي؟ لك انت واحد بلا شرف، راح اقتلك. اتركوني، بترجاكم اتركوني بابا. تولقا هان، عملت شيء لبنتي؟ قديش عمرك ولك؟ قديش عمرك؟ 19 سنة. عمرك 19 سنة بدل ما تنشغل بالعلم والمعرفة بعمر 19 طمعان بشرف بنتي؟ هاي البنت من جديد تعلمت تمشي لسه، اشتريت لها بسكليتة بإيدي مبارح، لسه مبارح كانت بحضني. شو عملت لبنتي؟ لك يلا جاوبني، شو عم تعملوا هون؟ شو ذنب بنتي الصغيرة؟ تعرف إذا بتكون أذيتها والله لقيتلك. طلع وشي، طلع على وشي، ولك طلع على وشي، طلع فيني، طلع تعال هون.
بترجاكم اتركوني، انا لازم اروح. بابا بابا بترجاك لا تضربه، اتركوا يا بابا بترجاك، اتركوني مشان الله، بدي اروح لعنده مشان الله. بابا ارفع راسك لك طلع، بوس ايدكم اتركوني، اتركوني روح. بابا بترجاك لا تضربه، اتركوني روح. بابا بكفيك هالشي هلا. عرفنا يا زي، خدوا على محل عجنب، استنوني هنيك. يلا انا رح الحقكم. قوم يلا قوم تحرك. تلقان تلقان اتركوني بترجاكم، تلقان خليني اشوفه بترجاك، بترجاك اتركني، عم اقول لك اتركني. تلقان تلقان شان الله بدي روح لعنده. رستم كأنه عم تفرش اسنانك؟ ايه بدي فرشيها كل يوم من هنا ورايح، عندك مشكلة؟ وبدي صير اهتم بحالي كمان، عندك مشكلة؟ تهتم بحالك. بدك تهتم بحالك، ضحكتني. ضحكتني كثير يا رستم، الله عليك. ولوين رايح دخلك؟ عندي موعد، رايح اشوف رفيقي. رفيقك؟ ليش انت عندك رفيق؟ طبعا، وعندي معجبين كمان يا ألفت. بعدين ما بيشمئزوا مني مثل حكايتي. شو؟ ممكن انت رح تطلقيني يا خانو؟ بتحسني بتطلقيني امتى ما بدك كمان. بعدين ما عاد نام معك ولا رح ألمسك. شو صاير معه هاد؟ شو عم بصير مع أبوكي؟ عكاستك، ما بدك ياها رستم هلا بتتفركش. شو صاير مع أبوكي؟ أكيد هاد اكتئاب أمي، أكيد فات بسن اليأس. لا لا لا، في شي تاني، بس يعني هو هلا ما بده يحكي. وأخيرا الدنيا ضحكت لي. بنتي؟ بابا اهلا وسهلا فيك يا بنتي، اشتقت لك كتير. اهلا فيك يا بابا، وانا كمان. وين رايح بهالوسامه؟ بابا عم بسالك لوين. اتفقنا انه نتعشى انا ورفقاتي من المصنع مع بعضنا. منيح منيح لكان. ولمين هاي السيارة بابا؟ ما بعرف، اسألي أمك، هاي عمايلها. هي بالبيت؟ شو هالحلاوة هي كلها يا رستم بيك؟ تفضل تفضل، أنا حضرت شغلات بسيطة للقعدة، مناكلها سوا. بالله لا تخجلني. لا والله بزعل منك. ها يلا تفضل يلا. بقديش بعتوا هديك الرسائل؟ شو سيد عباس هو اللي اشترى السيارة؟ لا بنتي لا، انت بتعرفي كم سند وقعت عليه من شانها؟ بديش بعتيهم؟ اختي مليحة هي اللي لقيت هاي الرسائل وبعتها للسيد عباس. يا بنت سكتي وليه؟ حبيبتي هاي طفلة على تصغار ما بتفهم بشي. لك شو عملتي اختي؟ انا تجوزت عادل مشانك،
تخليت عن كل شيء بس مشان انتي تدرسي، مشان ما تصيري مثلي وبس. كيف بتعملي فيني هيك؟ انا تخليت عن حياتي مشانك يا مليحة. لك هالحيل مو علي، عايشة بهداك القصر الكبير وتاركي اهلك بهالبيت المهرهر. شوفي يلي لابستي، ليكي على هالتياب، ليكي على هالمانتو، نحن منعيش شهرين بحق هالمانتو، عندك علم؟ ليكي حالتنا هي، بتعرفي انه عم ننزل؟ بتعرفي؟ ها؟ مليحة؟ ها؟ خلصنا بقى تصرفات، البنت العفيفة والشريفة، خلصنا. خبيتي سرحات عنا سرحات؟ ها؟ بنت العيلة اللطيفة والعفيفة والشريفة، نحن منعرف حقيقتك، منعرف حقيقتك زمرد. خدي مليحة، خدي أختي. خديهم كلهم لإلك. زمرد، خدي كل شي، شبعي فيهم. زمرد حبيبتي، بنتي يا عمري، يا ربي يا ربي منك. مليحة خلص يا بنت، مشي الحال مشي الحال، خلصنا بقى. لا تبكي لا تبكي يا بنت، لا تبكي يا عمري، ما فيني اتحمل شوفك عم تبكي هيك، والله ما فيني اتحمل يا بنتي، ما فيني اتحمل ابدا. اوف يا ربي، راح علي البرنامج بالتلفزيون، شو أعمل أنا هلأ؟ خلص اسكت اسكتي بقى، خلص تمام بنتي تمام، راح أطلب لك كباب. إيه؟ ما بدي أتجوز، بترجاك يعملي أي شيء يا أختي، بترجاك يعملي أي شيء، ما بدي أتجوز، ما بدي. أنت الوحيدة اللي فيكي تساعديني، بترجاك بترجاك يا أختي بترجاك. ما رح خلي حدا يقرب عليكي وعليك، أنا جنبك هون. بترجاكي ما بدي يا ما بدي يا ما بدي أتجوز.